إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. المثل ربما ينطبق على واقع استعمال الإنترنت في الحياة اليومية، وخصوصاً منها مواقع التواصل الاجتماعي. ونفس الشعور ساد أيضاً مستخدمي الهاتف المحمول من كثرة الرسائل التي تصلهم دون توقف. نحو 60% من البالغين في 8 دول من مختلف القارات قالوا صراحة حسب آخر الاستطلاعات لمؤسسة إنتل أنهم يشعرون بالاستياء، شعور قد لا يختلف عن شعور سكان مدينة واشنطن العاصمة الأمريكية. أحاول أن أضع نظاماً يسهل عملية تلقي الرسائل بشكل نظامي، أو سيكون الأمر بغاية الصعوبة باستعابة كل هذه الرسائل في وقت واحد. الناس تعودوا على المراسلة بين بعضهم عوضاً عن المكالمات الهاتفية، ويمكن أن تصبح أداة إزعاج مع تراكم الرسائل. ما يزعج مستخدمي الإنترنت مثلاً هو كثرة الرسائل والصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة الشخصية للناس. هذا ما جاء في استطلاع إنتل، ويضيف الأمريكيون أموراً أخرى. حتى البرامج المتوفرة على هاتفك الذكي تسجل كل خطواتك وأعمالك اليومية، ويمكن للآخرين أن يتبعوك. أنت بحاجة إلى برنامج للتصفية والانتقال تجنب شركات الإعلانات من ملاحقتك عبر الإنترنت. الإفراط في كل شيء أمر غير محبب، والاعتدال أفضل الخيارات، هكذا قال مسؤولو شركة إنتل المتخصصة في أمور تكنولوجيا المعلومات بعد صدور نتائج الاستطلاع. الاستطلاع جاء فيه أن 90% من الناس يؤيدون فكرة التريث والتفكير قبل إرسال مشاركات على الإنترنت ومواقع التواصل تحديداً، ولكن مع ذلك يقر الأمريكيون مثلاً أنهم مستمرون في إرسال رسائلهم بصورة مستمرة. أنا دائماً متواجدة على الإنترنت من أي مكان، أتواصل مع أصدقائي وبريد الإلكتروني، إنه جزء كبير من حياتي. من نتائج الاستطلاعات أيضاً أن أغلب الناس يتبادلون المعلومات والرسائل عبر الهاتف بدافع الشعور بالانتماء والارتباط بمجتمعهم وأصدقائهم، وأغلبية هؤلاء يقومون بذلك مرة كل أسبوع على الأقل. أما نصف مواطني أكبر بلدين سكاناً في العالم فيقولون إنهم يبعثون رسائلهم ومعلوماتهم يومياً. تمثل الصين والهند مجتمعتين تقريباً نصف سكان العالم، ولكن بالتالي تصور كمية المعلومات التي ترسل يومياً، وتصور أنك تركت هاتفك وجهاز الكمبيوتر لديك مفتوحين للأصدقاء وللشركات والمؤسسات دون آلية للتصفية. بالتأكيد سوف تغرق في سيل المعلومات، هذا إذا وجدت الجهاز الذي يقاوم الوضع. ألان درغام لبرنامج اليوم، واشنطن.